السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هناخد بقى في الفيديو ده والكام فيديو جايين، الأربع خمس فيديوهات الجايين، differential diagnosis of cystic swelling in the neck. هنبتدي بأشهر cyst في الميدل لاين اوف ذا نيك اللي اسمها Thyroglossal cyst. إيه Thyroglossal cyst ده هي؟ و الفيستولا اللي ممكن تحصل منها اللي اسمها Thyroglossal فيستولا. اثناء الانترال تراين فيتال لايف بيبتدي الديفلوبمنت اوف ثايرويد جلاند بمنطقه الفورامين سيكم. الفورامين سيكم دي منطقه موجوده فينا في الادلت كذكرى لبدايه تكوين الثايرويد جلاند. هنا هون بتكون الفورامين سيكم ده موجود ما بين الانتير تو ثيرد اوف ذا تانك والبوستير وان ثيرد اوف ذا تانك. من منطقه الفورامين سيكم ده هنا يا جماعه بيبتدي الاندوديرم يتكاثر ويدسند داونورد في النك، وهو نازل بيقابل الديفلوبينج هايويد بون، فبيبقى كلوز ريليتد قوي للهايويد بون، يا اما معدي قدام الهايويد بون يا ورا الهايويد بون يا اما معدي في نص الهايويد بون. وبعدين الثايروجلوسال سيست نورمالي بيكمل الديسند بتاعه لحد المكان المعروف في اللور بارت اوف ذا فرونت اوف ذا نيك. هيبتدي هنا بقى الثايروجلوسال داكت دون يعمل لي الاسمس وجزء كبير من اللاترال لوبس اوف ذا ثايرويد جلاند. عدل عيب كده هو الثايروجلوسال داكت، عمل الواجب بتاعه وكون الثايرويد جلاند نورمالي. المفروض ان هو بيحصل له اوبليتريشن وبيختفي، ده الطبيعي. نبص نلاقي الثايروجلوسال سيست دي بيتقال عليها نوع من انواع الدرمويد سيست، ودي هناخدها بالتفصيل الدرمويد سيست وانواعها بعد كام فيديو كده. هو ده نوع من انواع الدرمويد سيست بيتقال عليها تيوبولو درمويد سيست. ايه تيوبولو درمويد سيست دي؟ ده درمويد سيست بتحصل في ريمينانس اوف امبريولوجيكال داكت، كان المفروض يختفي زي مثلا الثايروجلوسال داكت. للاسف بقى الثايروجلوسال داكت لو ما اختفاش وجزء منه تنو بيتنت وحصل له ديستنشن بميوكويد سكريشن، بقى عباره عن ايه؟ بقى عباره عن سيست. فالثايروجلوسال سيست دي عباره عن تيوبولو درمويد سيست، يعني ديفلوب فروم امبريولوجيكال ريمانس اوف ادكت، كان المفروض يختفي وما اختفاش وجزء منه بقى ان اوبليتريتد وبقى ديستندد بميوكس وبقى سيست. في الحاله بتاعتنا دي اسمها ثايروجلوسال سيست. ده الايتيولوجي بتاع الثايروجلوسال سيست. يا ترى بقى الباثولوجي، اي سيست في الدنيا، اي سيست في الدنيا يا جماعه بتتكون من ايه؟ بتتكون من اوتر فايبرس لاير متبطنه بابيسيليوم. وسموها ليه سيست؟ لانها ديستندد اليومن بتاعها بسكريشن. نيجي بقى كده هو للثلاث طبقات دول. احنا عندنا الثايروجلوسال سيست لها كالمعتاد زي اي سيست اوتر فايبرس لاير، وهنا بس الحاجه اللي تميزه ان الاوتر فايبرس لاير دي ريتش ان ليمفويد تيشو. اهلا وسهلا، يعني استفدنا ايه؟ لا دي مهمه قوي. ما هي الليمفويد تيشو ده يا جماعه الاميون سيستم، يعني لو في اي بكتيريا صايعه في المنطقه المفروض انها بتتاخد عن طريق الليمفاتيك سيستم تروح للليمفويد تيشو عشان تدمرها. ده لو الاميون سيستم نجح. ايه رايك بقى الليمفويد تيشو دي جالها بكتيريا والبكتيريا هي اللي كسبت المعركه؟ البكتيريا هيحصل لها ديسيمينيشن وتعمل لك انفكشن في هذه السيست. وعشان كده وان من اشهر الكومبليكيشنز في الثايروجلوسال سيست وفي البرانكيال سيست اللي هناخدها في الفيديو الجاي انهم دايما بيحصل لهم ريكرنت انفكشن، لان اي بكتيريا من اي حته في المنطقه بتتاخد للليمفويد تيشو اللي في الجدار بتاعه السيست. الليمفويد تيشو نجحت في انها تدمرها،
الحمد لله ما حصلش حاجه، لكن لو البكتيريا كسبت المعركه دايما بتروح جايبه لك انفكشن في السيست. نبص نلاقي السيست ده هي متبطنه بايه. السيست دي يا جماعه متبطنه اكيد بكلومرار سيلز. اشمعنى؟ مش احنا اتفقنا يا جماعه ان ده الاورال كافيتي والمنطقه دي كلها ديفلوبد فروم اندوديرم، والثايروجلوسال ده دون ديفلوبد فروم ذا اندوديرم اللي في منطقه الفورامين سيكم. والاندوديرم ده لما بيدي كولومنر سيكريتنج ايبيثيليوم، بعكس الاكتوديرم اللي على السطح. الاكتوديرم اللي على السطح دي لك ستراتيفايد سكوماس ايبيثيليوم. فاحنا ما دام هنا هو اندوديرم يبقى احنا اكيد متبطنين الدكت ده بكولومنر ايبيثيليوم. يا ترى ايه الكونتنت بقى؟ الكونتنت هنا هو هتبص تلاقيها ميوكويد ديستشارج. ميوكويد ديستشارج طول ما هي نظيفه، بس لو جالها بكتيريا خلاص بقت خراج، هتبقى مليانه ببص. طبعا ما تنساش ان السيست ده هي اكيد متصله بفايبرس تراك، والفايبرس تراك دون فيرتيكال تراكت طالع لفوق لحد الفورامين سيكم، ومتصل تحت بمين؟ متصل تحت بالاسمس اوف ثايرويد جلاند. يا ترى ايه الكومبليكيشن بتاعت السيست دهين؟ الكومبليكيشن طبعا بتاعت السيست دهين اتفقنا ممكن كل شويه ينط لها بكتيريا عشان الليمفويد تيشو الكتير اللي في الجدار، وعشان كده هو سهل جدا ان يحصل فيها انفكشن. وهنا هو بقى لو حصل انفكشن هتبتدي المشاكل، اصلها كده هو بقى خراج. الخراج هتعمل له ايه؟ لازم الدكتور هيروح عامل له انسيجن ودرينج، وكده يبقى انت فتحت السيست على بره وقلبت ب سايروجلوسال فيستولا. وخد بالك ان السايروجلوسال فيستولا اولويز اكوايرد، اولويز اكوايرد فيستولا، لانها بتحصل دايما الفيستولا دي نتيجه انسيجن اوف انفكتد سيست او رابشر اوف انفكتد سيست. الانفكتد سيست العيان اهملها وراح بفرقع لوحدها، برضه راحت عامله لك الفيستولا دهية. الفيستولا دهية انت تميز بايه بقى لو تشوفها تشخصها على طول؟ طبعا المكان المميز بتاعها في الميدل لاين او نير ذا ميدل لاين، ونير ذا ميدل لاين غالبا على الناحيه الشمال، لان خد بالك ان الثايروجلوسال داكت دهون اتاتشد للاسمس اوف ثايرويد جلاند جاست تو ذا ليفت سايد اوف ذا ميدل لاين. فعشان كده هون ممكن جدا تلاقي السيست ده هي في الميدل لاين او جاست تو ذا ليفت في الميدل لاين، زي ما انت شايف دي على فكره جاست تو ذا ليفت مش في الميدل لاين بالظبط، في الميدل لاين هنا، ودي جاست تو ذا ليفت تو ذا ميدل لاين. وتتميز هذه السيست بقى بان فوقيها في كريسنتك ايدج اوف سكن. ايه كريسنتك ايدج اوف سكن ده؟ هي اصل احنا ورا الاكسترنال اوبننج اوف ذا فيستولا دي في فايبرس تراك، والفايبرس تراك ده وان طالع لفوق ولا نازل لتحت؟ الفايبرس تراك ده يا جماعه طالع لفوق، والفايبرس تراك ده اللي طالع لفوق يروح مسبب ايه بقى وهو طالع؟ يروح عامل لك كريسنتك فورد من السكن اباف ذا اكسترنال اوبننج اوف ذا فيستولا. قول للعيان ده وان ابلع ريقك وطلع لسانك. دي الحاجه المميزه قوي على فكره للثايروجلوسال سيست والفيستولا بتاعتها، انها moves up and down with deglutition and moves up and down with protrusion of the tongue. طبعا ليه بتتحرك يا جماعه مع الديجلوتيشن والبروتروجن اوف سانج؟ لان اثناء البروتروجن اوف سانج لسانك هيطلع لقدام، يبقى الفورامين سيكم هيطلع لقدام، هنشد على الثايروجلوسال داكت يتشد على السيست او الفيستولا تطلع لفوق، او تبلع ريقك، تبلع ريقك swallowing او deglutition، التانج بيطلع لفوق، فالتانج ما بيطلع لفوق الفورامين سيكم طالع لفوق والسيست او الفيستولا هتطلع لفوق. فدي حاجه مميزه جدا 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 للثايروجلوسال سيست وفيستولا. الاناتوميكال سايد بتاعها في الميدل لاين اوف ذا نيك او جاست تو ذا ليفت سايد اوف ذا ميدل لاين، وموفز ويز بروتروجن اوف تانج اند ديورينج سوالوينج او ديجلوتيشن. الفيستولا دي انت تفتكر الدسشارج بتاعها ايه؟ والله هي نظيفه ولا انفكتد؟ لو هي من غير انفكشن هتجيب لك ميوكاس ديسشارج، لكن لو هي انفكتد اكيد هتجيب لك بس. واقدر على فكره امسك بقى كده هو الاكسترنال اوبننج اوف ذا فيستولا دي اقرصها
واطلع لفوق اطلع لفوق، بحس ورا الاكسترنال اوبننج اوف فيستولا فايبرس كورد لايك ستراكشر، طالع لفوق طالع لفوق، اقدر اقعد اطلع بيه لفوق اطلع بيه لفوق اطلع بيه لفوق لحد الهايويد بون، بس بعد كده بقى بيختفي في الديبس اوف ذا تيشوز اوف ذا تانج. نبص نلاقي اذا الكومبليكيشن حاجتين، انفكشن والثايروغلوسال فيستولا اللي هي اولويز اكوايرد فيستولا لانها كانت سيست وحصل لها انفكشن، والانفكشن يا اما فرقعت لوحدها او دكتور عمل لها انسيجن ودرينج فاضطر يحصل منه الفيستولا ده. هي نبص نلاقي العيان ده بقى الكلينيكال بيكشر بتاعته ايه. الكلينيكال بيكشر بتاعته اللي يحفظ الكلينيكال بيكشر بتاعت الجدول الفظيع اللي انا كاتبه دون ولا عامله لكم الجميل ده، ده يبقى عبيط. ليه بقى؟ انا عامل لكم طبعا الكلام ده كله كده في جداول حلوه قوي كل السيس اوف ذا نيك، في جداول جميله جدا جدا جدا. الكلينيكال بيكشر بتاعتها ما تتحفظ، افتكر بس السكيم اللي انت عارفه في هاو تو اكزامين اسويلنج. اصل هي كل سيس اوف ذا نيك دي طلعت نزلت، ما هي الا ايه؟ ما هي الا سويلنج. فريمبر هاو تو اكزامين اسويلنج. فالسويلنج فيرست اوف اول الانسيدنس بتاعه، الانسيدنس بتاعه يا جماعه غالبا غالبا البرينكال سوري السيروغلوسال سيست بتبتدي في التشايلد هود، بس ممكن تظهر at any age. نبص نلاقي السيست ده هي يوجوالي طبعا واكيد سنجل، طبعا احنا في الانسبكشن بنعلق على 8 اس، سنجل سايت سايز شيب سيرفيس سراوند ستراكشر سبيشال ساينز اذر سويلنجز. فلما طبعا ده سنجل سويلنج، السايت بتاعه اهم حاجه، السايت بتاعه اهم حاجه فين؟ هتبص تلاقي السيروغلوسال سيست او الفيستولا بتكون في الميدل لاين، او اتفقنا جاست تو ذا ليفت سايد اوف ذا ميدل لاين، غالبا غالبا بتكون تحت الهايويد بون زي دي كده اهو، بتكون سب هايويد، ده الكومن سايت. ريرلي انها تطلع لفوق شويه، فلو طلعت لفوق شويه هتبقى على منطقه ايه؟ على منطقه الثايرويد كارتليج. فتتخيل بقى في منطقه الثايرويد كارتليج هتقدر تقف كده على قمه الثايرويد كارتليج؟ لا طبعا، دي سيست وسموس اكيد هتتزحلق من على القمه. تفتكر هتتزحلق ناحيه الشمال ولا ناحيه اليمين؟ اتفقنا الثايروغلوسال داكت attached to a thyroid cartilage just to the left side of the middle line. وده سؤال على فكره دايما يساله لك في الكلينيكال لو جالك سويلنج دهون، يقول لك يا الثايروغلوسال سيست ده هي في الميدل لاين بالظبط، تقول له في الميدل لاين او just to the left side of the middle line عشان الثايروغلوسال داكت is attached to a thyroid gland just to the left side of the middle line. وطبعا لو هي اتسنطرت على الثايرويد كارتلج الهواني يبقى لازم هتتزحلق ناحيه الشمال. ريرلي قوي انها تكون سوبرا هايويد، تكون فوق خالص فوق الهايويد بون. السايز بتاعها غالبا بيكون بالمنظر ده، سمول سلولي جروينج. الشيب بتاعها افتكر الرسمه دهيا والعيان ده هيمسفيريكال، والسيست دهيا ايه رايك في السيرفيس بتاعها؟ سموث، والإيدج بتاعتها زي أي بناين سويلنج ويل ديفايند. ويا راجل الكونسيستنس بتاعتها إيه؟ ده أنا بقول لك سيروغلوسال سيست، فأكيد بتكون تنس سيست. والسويلنج ده هون يا جماعة بينلس، بيكون نوت تندر. طبعا أنتوا عارفين بقى في البلبيشن بتزود على 8 اس التمبريتشر والتندرنس ويسم اللي هي consistency edge mobility. فاكتب لي لو حتى كده جنبه remember how to examine a swelling inspection 8S و palpation 8S plus 2T and CEM يسم. فطبعا ال swelling ده بيكون painless not tender وال skin overlying normal temperature unless. ايه رأيك بقى لو جات له infection؟ لا لو infection بقى rapidly growing painful تندر هوت. ايه الموبيليتي والسبيشال ساينز اللي تميز قوي الثايروغلوسال سيست والفيستولا بتاعتها؟ زي ما قلت لك من شويه، قول العيان ده هو ابلع ريقك،
التانج طلع لفوق، السيروجلوسال داكت طلع لفوق، السيست او الفيستولا طلعت لفوق. فالعيان ده هو نطلع لسانك وابلع ريقك، دي مهمه جدا جدا جدا، ودياجنوستيك فور ذا سيروجلوسال سيست اند فيستولا. السيراميك ستراكشر اكيد طبعا السيروجلوسال سيست نوت اتاتش تو السيراميك ستراكشر اكسبت not attached to a surrounding structure except infected. لو infected هتبتدي تلزق في اللي حواليها by adhesions. الموبيليتي بتاعت السويلنج ده بقى غير حكاية طلع لسانك وابلع ريقك. السويلنج ده هو يا جماعة حيث ان هو attached للثيروجلوسال داكت اللي هو زي الحبل كده اللي ماشي vertically. من القواعد الكلينيكال كنا طبعا عارفين، واي حد اداكم كلينيكال عارفين ان دي مبدأ العقدة، كأنها عقدة اهي في حبل، ودايما كنا نسألك العقدة تحركها عمودي على الحبل احسن ولا في اتجاه الحبل. طبعا يا جماعة اللي سويلنج يتحرك دايما عمودي على الحبل بتاعه اللي هو الاستراكشر اللي اتاتش ليه احسن من اتجاه الاستراكشر. فهنا السيروجلوسال سيست موفز فروم سايد تو سايد احسن من فروم اباف داون. وان شاء الله ابشره، انا ابتديت اشتغل الحمد لله في كتاب الكلينيكال، وهنبتدي ان شاء الله كده هو بعد ما نخلص بس النظري ربنا يسهل يعني، هنبتدي نشوف بقى كده طبعا يعني حكايه الكلينيكال، ونبتدي ننزل لكم كتاب الكلينيكال والصور بتاعته الحلوه والكلام ده هو. فادعوا كده ربنا بقى، ربنا يديني الوقت ان شاء الله عشان نعمل لكم احسن حاجه. وبرضه لو انت يعني عشان خايف لما حد يكون مش واخد باله من الحكايه دي، تخيل كده هو ان انت جبت حبل غسيل ورحت عائد فيه في نصه عقدة. لو أنا ماسك الحبل ما بيني وما بينك، العقدة اللي في نص الحبل تتحرك أحسن عمودي على حبل الغسيل ولا في اتجاه الحبل؟ طبعا العقدة تتحرك أحسن عمودي على الحبل من اتجاه الحبل. فجنب حكاية الموبيل ده اللي هي from side to side أحسن من from above the board، اكتب العقدة في حبل. طبعا السويلنج ده لو انت ولعت فيه بطاريه هتلاقيه اوبيك لانه مليان ميوكويد ماتيريال، فهو ترانس اوبيك. الديفرنشال دياجنوز بتاع السويلنج ده هو اي سويلنج في الميدل لاين اوف ذا نيك، بالذات اكتوبيك ثايرويد جلاند تكون في مكان غريب فوق شويه، او بقى طبعا خدته اكيد برضو في الكلينيكال ديفرنشال دياجنوز بسويلنج موفز ويز سوالوينج او الديجلوتيشن. طبعا الثايرويد جلاند بقى واخواتها والثايروجلوسال سيست والاكتوبيك ثايرويد جلاند والسبهايويد بيرسا والكلام ده هو. ايه الانفستيجيشنز اللي تحبوا تعملوها للثايروجلوسال سيست؟ طبعا الترا ساوند دي ارخص حاجه وابسط حاجه وسيمبل ورخيصه وجميله، بس الانفستيجيشن اوف تشويس عشان الام اس كيو سي تي سكان، الانفستيجيشن اوف تشويس لكل السيست اوف ذا نيك MRI ممكن. طب لو عندك بقى فيستولا زي ده هيا، مضطر بقى تعمل فلوروسكوبيك أو سي تي سكان فيستيولوجرافي. فلوروسكوبيك طبعا بالأشعة العادية يعني، أو بقى طبعا أحسن بالسي تي سكان وتكون بالصبغة، بحقن راديوبيك ماتيريال في الاكسترنال اوبننج اوف ذا فيستولا، تخش الصبغة بقى وتملى لك الفيستولا دي وتاخد السي تي بتاعتك، أو لو ما عندكش السي تي بقى الأشعة العادية هتبين لك الكورس اوف ذا تراك والدايركشن بتاعه ايه بالظبط. اثناء العمليه عشان التراك ده فايبرس ستراكشر في وسط 100,000 حاجه يعني، اجيبه ازاي؟ احسن حاجه بيني وبينك تبتدي تدكك نوعا في الاكسترنال اوبننج يوريتريك كاستر. يوريتريك كاستر دي رفيعه قوي، وتدخلها في التراك وتدخلها في التراك وتدخلها في التراك لحد ما تحسها هنا اهو فوق في الفورامين سيكم اهو. دخلت الاسطره واحسها فوق في الفورامين سيكم، وامشي بقى الديسكشن بتاعي حوالين الاسطره لحد الفورامين سيكم. فده اليورتريك كاستر دي بتسهل قوي عليا اثناء العمليه الديسكشن اوف ذا تراك. يا ترى بقى ايه التريتمنت اوف ثايروجلوسال فيستولا او سيست؟ التريتمنت الوحيد بتاعهم حاجه اسمها السيست ترانكس اوبريشن. السيست رانكس اوبريشن دي عباره عن كومبليت اكسيجن اوف ذا سيست او الفيستولا بالتراك اللي اسمه الثايروجلوسال تراك داون او داكت لحد الفورامين سيكم. بنعمل اليبتيكال انسيجن حوالين السيست او الاكسترنال اوبننج
of the fistula وابتدي اعمل dissection للسيست او الفيستولا بالتراك بتاعها لحد ما اوصل لفين؟ لحد ما اوصل لل هايويد بون. تك تك ده ايه ده؟ ده اسمه بون كاتنج فورسبس عشان اقطع الهايويد بون. بعمل اكسيجن للسنترال بارت اوف ذا هايويد بون واكمل الديسكشن اوف ذا تراك بتاع الفوق لفوق 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 لحد ما اوصل للفورامين سيكم. ويبقى ده السيست رانكس اوبريشن which is a treatment for cyroglossal cyst or cyroglossal fistula. Thank you for good listening and good luck.